عم تسمع راديو أوريت. زاوية حرجة مع حازم العريضي. مرحبا بكم. تطورات الموقف المصري تجاه القضية السورية عنوان حلقتنا اليوم. مستمعينا، يؤكد خبراء ومسؤولون أن حل المأساة الإنسانية السورية سياسي وليس كما يصوره البعض إجراءات إغاثية وإنسانية تعهد للمنظمات الدولية وتقاسم الأعباء. في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة أمس الأحد، ناقش المجتمعون موضوع الأزمة الإنسانية في سوريا مع بيان يذكر الحل السياسي فيما يذكر. ويلاحظ تركيز الكثير من الأصوات إن كان إقليميا أو دوليا على الأبعاد الإنسانية، مع إغفال السبب المتمثل بإجرام النظام بل واستبداله بعنوان محاربة الإرهاب المنسوب لتنظيم الدولة وتنظيمات مشابهة فقط. ويثير الموقف المصري كثيرا من التساؤلات، خاصة بعد تكشف العديد من المواقف التي لم تعد تداري الاحتفاظ بمسافات متقاربة من مختلف الأطراف كما كان الحال في السنوات الماضية. فكثير من التقارير التي نشرتها صحف مصرية ركزت على الأبعاد الإنسانية في سوريا، ويرى مراقبون أن معظمها منحازة لصالح النظام وسط تغييب لرؤى ومطالب المعارضة. من جهة أخرى، كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن قرب عودة العلاقات المصرية مع النظام، ما يربطه البعض بتبني القاهرة توجها مختلفا نسبيا عن دول الخليج العربي وأقرب ما يكون إلى موقف موسكو. وبعض المؤشرات التي عول عليها هؤلاء إجراء وزير خارجية النظام وليد المعلم أول حوار مع قناة مصرية منذ زمن، ومع تداول تقارير تتحدث عن زيارة وفد أمني إلى القاهرة على رأسه علي مملوك. وبالتالي نسأل في المحور الأول: أين مصر في تغيرات التحالفات الإقليمية؟ ونناقش في محور آخر سؤالنا الثاني: ما مدى تأثير الحضور المصري في الساحة السورية؟ للبحث في هذه التفاصيل وغيرها تحت عنوان تطورات الموقف المصري تجاه القضية السورية، نرحب بضيفي المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني والمحلل السياسي المصري بشير عبد الفتاح. أرحب بكما ضيفي العزيزين، وأبدأ معك دكتور كمال لبواني. بداية، تركيز بعض الأصوات على القضية أو الزاوية الإنسانية في القضية السورية، ألا يعتبر نوع من حرف القضية عن مسارها الحقيقي؟ يعني المراقب الخارجي يرى فيها أزمة داخلية، يعني أزمة بين مكونات الشعب. الموضوع هون يعني بالنسبه للناس انه في قتال داخلي، في طوائف عم تقاتلوا الى اخره، وبالتالي بيركزوا على الجانب الانساني عندما لا يدخلوا في تفاصيل الصراع واسبابه وحيثياته وامتداداته للقوى الاقليميه. المشكله مع المواقف كلها انها لا تفهم مشاعر الشعب السوري ولماذا خرج، وما هي الظروف التي دفعته للخروج، ومن يقاتل في سوريا وكيف ولماذا.
هذه التفاصيل لا تهم الطرف الخارجي. الطرف الخارجي ينظر إلى سوريا كلها، يقول لك سوريا يعني سوري. القضية بالنسبة له قضية إنه وقفوا القتال يا شباب، يعني يعني شيء صالح، ويعني وقفوا وعالجوا الجرحى. بالنسبة له قضية إنسانية، قضية معالجات إنسانية، لأنه أسباب الصراع باعتبارها داخلية ولا تعني. نعم نعم دكتور كمال، ولكن يعني حتى بالمجمل، ليس فقط في القضية السورية، حتى بعض المسؤولين الأمميين في منظمة الأمم المتحدة ركزوا في تصريحاتهم على تبيان بأن القضية الإنسانية لا تحل من باب الإغاثة وما إلى ذلك، وإنما لابد من حل في جوهر القضية، وهو الحل السياسي الذي يعني يقتضي تغييرا حقيقيا في سوريا. المشكلة أن الصراع في سوريا اليوم أخذ شكل صراع دولي. هذا الصراع الدولي يعني بمعنى أنه طرف واقف مع هذا الجهة وطرف واقف مع هذا الجهة. روسيا واقفة إلى جانب النظام، الدول الثانية تقف إلى جانب الشعب، وبالتالي هذا الصراع الدولي الكبير انقسم عليه الأمم المتحدة. وتعال حله، يعني مين بده يحل هذا الصراع؟ يعني كيف بده يتدخلوا؟ صحيح انه الحل هو يجب ان يكون حل بوقت الحرب، لكن هذا تعجز عنه دول، يعني دول اليوم دول كبرى لا تستطيع ان توقف هذه الحرب. كيف بدي اقنع انا اليوم حزب الله وايران وروسيا ان يسحبوا قواتهم من سوريا؟ حتى النظام السوري ما يحتاج الا ان يسحبوا، يعني اذا بدها تتدخل قوى اجنبيه تسحبهم. يعني اصبحنا اليوم امام موقف يحتاج الى حرب عالميه لوقف القتال. يعني لازم طرف في العالم يهزم طرف ثاني في العالم. نعم. اثنين يعني بيقول لك انه يا اخي نحن بنسقط النظام، مين بده يجي بعد النظام؟ من ياتي بعد النظام؟ داعش، نصرة، من ياتي بعد النظام؟ ما في طرف واضح. الشعب السوري غير موجود، وبالتالي معهم حق بعض الدول ينتبه عندهم الموقف، لانه الشعب السوري غير موجود، غير معبر عنه سياسيا، ليس له صوت، ليس له قياده. المجموعات التي تقاتل مجموعات معروفة كثير، ما لها انتماءات كثير، وبالتالي مشتبهة ملتبسة. إن بينما النظام واضح ومعروف ورافع شعارات البعث وإلى آخره، فالناس بتصدق إنه هذا قومي، إنه هذا يعني بده ينصر القضايا العربية. بيقول لك النظام أفضل من الفوضى. نعم. ما بيشوفوا طرف ثاني واضح، وهذا سبب فشل الائتلاف والمجلس الوطني يبدو، لانه كانوا مجالس يعني بتعرف غير معهم محور الحديث. نعم. دكتور كمال، يعني وصلب موضوعنا اليوم هو تناول الموقف المصري وتبيان الحقائق حول الموقف المصري بالمجمل. يعني الكثير من المراقبين يرون بان مصر بشكل او باخر يعني حافظت على مسافات الى حد ما متقاربه مع مختلف الاطراف في سوريا، يعني ضمن النظام واطراف في المعارضه السوريه. ولكن اليوم وكأن المواقف بدأت تتكشف باتجاه انحياز ما، هل هذا حقيقي؟ ما هي المؤشرات؟ أم أن المسألة يعني توضع في غير فهم لهذا الفهم قد يكون مباشر يعني بناء على المعطيات الظاهرة؟ يعني في مجموعة حقائق عن مصر والموقف أولا، كل الأنظمة العربية ضد كل الشعوب العربية، يعني بسبب بنيتها الديكتاتورية المتفاوتة. ما تتخيل في نظام ضد نظام، الأنظمة كلها متفقة على الشعوب العربية، هذا حقيقة أولى. الثانية، النظام المصري الحالي هو بشكل أو آخر عودة للنظام ما قبل الثورة، وكونه يعني إجا بطريقة الانقلاب وافتقر للشرعية لا يستطيع أن يتخذ يعني مواقف تسبب له مشاكل مع الأنظمة الأخرى، فمن طبيعته أن يهادن هذه الأنظمة. المشكلة أيضا أنه في مصر عندما قامت الثورة هيمن عليها الإخوان وجيروها. نعم. عرفت كيف؟ فمصر اليوم كمان ليست عميقة الارتباط بالقضايا القومية العربية. فموقفها من القضايا العربية موقف براغماتي، يعني بمعنى حتى باليمن ما كان موقفها واضح. دكتور كمال، لا تستشعر العداء من إيران. دكتور كمال، يعني بداية بالنسبة لمستمعينا بالمجمل، نحن يعني فقدنا الاتصال مع الأستاذ عبد الفتاح وسنحاول معاودة التواصل، ولكن نبقى معك دكتور كمال لبواني في التفاصيل. يعني البعض يرى بأن الموقف المصري إن كان لديه بعض الاتصالات مع النظام فليس ذلك يعني خاصا به، فكثير من القوى الإقليمية الأخرى قد تكون تمتلك
هذه العلاقات وإن كانت تحتفظ بموقفها، وذلك لضرورات البعض يسميها تكتيكية في السياسة؟ شوف، الثابت فعلا أن موقف مصر يعني هو الدفاع عن وحدة واستقلال وعروبة سوريا. هذا شيء ثابت بالسياسات المصرية دائما، وإن بينظروا للقضية من هذا الباب، ما بينظروا للقضية أنه مين ضرب مين، ومثل يعني وقت لأنه الحق على مين والنظام شو عمل والشعب شو عمل وهذا مضطر لهذا الطرف، بينظروا أنه نحن نهدد الثورة، تهدد وحدة استقلال سوريا وعروبة سوريا، وبالتالي هم بياخذوا موقف انه لا، نحن بدنا نحاول نأيد النظام او نثبته او نحاول انه نخفف القضية. يعني بالنسبة لهم الثابت الاول والاساسي هو وحدة واستقلال سوريا، وهذا بعتقد الادوات التي يستعملوها لتحقيق ذلك غير صحيحة. بدون الانخراط بتفاصيل الصراع وبدون المشاركة الجدية لا يكفي ارسال النصائح وتطيب الخواطر. يعني ما شفت انا تنفيذيا لهذه السياسه شيء يتناسب معها. يعني دكتور، اليوم حين نتحدث عن بعض المؤشرات، يعني البعض عول كثيرا على مسألة بأن وزير خارجية النظام كان ضيفا على إحدى القنوات المصرية ليشرح موقف النظام، وذلك في سابقة منذ سنوات، يعني لم يكن مسؤول على مستوى هذا المستوى في النظام على قنوات المصرية. فهل هي مسألة تشابه حتى استقبال كثير من القنوات العالمية لمسؤولين في النظام على رأسهم حتى بشار الأسد، أم أن لها فهما آخر أعمق من ذلك؟ يعني للأسف كثير من الشعوب العربية حتى لا تعرف حقيقة الصراع مع النظام، وتتخيل أنه عروبي وقومي، وأن الثورة عليه رجعية أو استعمارية أو وكيلة للغرب أو حاضنة للإرهاب. كثير من الشعوب والأنظمة العربية تنظر بهذه الطريقة للثورة السورية. الثورة السورية لم تقدم نفسها بشكل صحيح. الثورة السورية خسرت كثيرا من شعبيتها في العالم العربي والعالم، وهذا حقيقة. يعني في تراجع حقيقي عن تأييد الثورة لصالح، سيكون شيء غير لصالح النظام. نحن نتمنى أن يكون هناك موقف متوازن، أن لا يكون البديل هو النظام، أن يكون البديل هو شيء آخر غير هذا النظام المجرم الذي هو السبب في كل ما جرى. سبب في كل ما جرى، هو مسؤول عن كل ما جرى، مسؤول عن التطرف وغيره وغيره وغيره. هذه مسألة معقدة شوي، صعب على المصريين يعني يفهموها بهذه الطريقة. مصر لا تفهم بالضبط ولا تستشعر العداء لإيران يعني بالشكل اللازم، بدليل أن نظام ملقي نفسه أقام علاقات وفيدة معها، ومصر تدخل بتنافس مع بعض الدول. يعني وتلك من النقاط التي كان من الصعب فهمها. يعني دكتور كمال، يعني مسألة التواصل ما بين القاهرة وطهران في عهد مرسي، هذه ما هي يعني ما هو تحليل القراءة في هذا التوجه؟ يعني براغماتية بالنسبة لهم، نحن في تنافس مع زعامة العرب دول الخليج، نحن دولة ضعيفة ومشغولة، وإذا حققنا مصالح اقتصادية مع إيران فبيكون سبب يعني سياسي، وبالتالي لا يستشعروا ماذا تفعل إيران من قلقلة ومن نزعة استقرار المنطقة. يعني فمصر كونها بعيدة ومنتفئة في أفريقيا، يعني ما كثير متدخلة بالشأن الآسيوي العربي الآسيوي في هذه المرحلة، هذا سبب أساسي لأنه ما تحس أنه إيران يعني شيء معادي كثير، لأن إيران بالنسبة إلى سوق اقتصادي، بالنسبة إلى تعاون، وبالتالي هذا كمان بحد يسبب مشكلة جديدة وتنافسها مع دول الخليج وخلافات دول الخليج بين بعضهم، وكل ذلك عم يخلي الموقف المصري بهذه الطريقة. ماذا عن رفع مستوى التواصل وحتى العلاقة الاستراتيجية مع موسكو؟ إلى أي حد هي موسكو هي التي قد تكون طورت الموقف المصري باتجاه ما؟ عم يحاول النظام المصري يعني يستمد شرعيته من كل الناس ويحقق توازن مع كل الدول على أساس أنه هو يعاني من أزمة داخلية. دائما النظام بس يعاني من أزمة شرعية ومن أزمة داخلية، ما بيحاول يفتعل أي مشكلة خارجية، وبالتالي كل الخارج بصير صديقه. هذه مشكلة الأنظمة عندما تفتقر للسند الشعبي الحقيقي والاستقرار الحقيقي. هذا مشكلة بمصر، انه لن يعادوا اي نظام. الشعوب ما تعمل شيء، يعني شو بيهمهم الشعوب منه؟ وبالتالي هو مستعد يعمل علاقات مع كل الانظمة الخارجية ويحسنها مع كلياتها
لكن أمام مواجهته يعني مع مشاكله الداخلية مع الداخلية. فمشكلة نظام مصري أيضا ضعفه وضعف شرعي. ولكن هنا نحن نتحدث تحديدا عن علاقات بمستوى نوعي مع موسكو، وهي يصفها المسؤولون المصريون والروس أيضا وبعض المراقبين بأنها مسألة تحالف استراتيجي أبعد ما يكون عن علاقات عادية. ممكن جدا إذا تعرض شعب النظام المصري أنه هو تحت ضغوط أوروبية يترك هذا الخيار ليقول لهم أنا موجود، وإن لعبة لعبة من زمان وحافظ أسد فترة طويلة، يعني حط أجر بروسيا وأجر بأمريكا وبس يضغط عليه الطرف يروح لعند الثاني. فهذه لعبة قديمة، يعني عبد الناصر قبلهم وإلى آخره لعبة قديمة بيلعبوها هذه الأنظمة التي تريد تجنب أي ضغط أو أي يعني انبطاح لأحد الطرفين. يعني الروس اليوم يطرحوا نفسهم كحامل الأنظمة، يعني الروس لم يتخلوا عن نظام القذافي، لم يتخلوا عن نظام صدام حسين، لم يتخلوا عن نظام خالد الأسد، وبالتالي الأنظمة تشعر أنه هم حليف قوي وحليف داعم حقيقي مستعد ينزل بالحرب ليدافع عنهم كما يفعل في سوريا اليوم. يعني نظام بوتين اليوم يقاتل دفاعا عن كرسي بشار الأسد، يقاتل شعبه، وبالتالي يعني حليف مهم بالنسبة لأي واحد بفكر أنه هو ممكن يعني يخوض بصراع مع شعبه. نعم. ولكن هنا يعني الكثيرون يرون بأن التوجه العربي بالمجمل نحو رفع مستوى العلاقات مع موسكو مثلا والتفاهم مع خياراتها وإيجاد قواطع مشتركة هو لابد منه في غياب التدخلية الواضحة بالنسبة لإدارة أوباما في الولايات المتحدة، ليس خيارا يعني سليما يعني وجود توازن، خاصة بأنه أوباما يفضل كما يسميها القيادة من الخلف من بعد. ممتاز جدا. يعني التقارب الامريكي الايراني طبيعي يصير في تقارب عربي، والروس ممكن يلعبوا دور اذا هم يحبوا يلعبوا دور لتقويض النفوذ الايراني او يعني يحلوا مكانه. يعني النظام السوري بدل ما يعتمد على ايران بيعتمد على الروسي، وبالتالي بصير عندهم قدره انه يعني يطالعوا الايراني من المنطقه. هذه لعبه بتصير، لكن الروسي حتى الان لم يثبت انه قطع مع الايراني، بالعكس يخدم الإيراني ويساعده حتى الآن في العراق وسوريا. لو الروس فعلا أخذوا موقف من الإيراني موقف يعني معادي كان ممكن كثير يكون هذا الخيار خيار منطقي ومفيد. لكن أنا برأيي حتى الآن الروس هم الأداة العسكرية للصين، إيران هي البفر تبعهم، وبالتالي هم في مواجهة كاملة مع الغرب ويريدون الهيمنة على الشرق العربي لهزيمة الغرب وللسيطرة اقتصاديا، يعني محور الصين روسيا إيران، وبالنسبة للسيطرة على الشرق الأوسط هو كفة الميزان. فالصراع هون صراع بين الغرب الذي يتداعى وبين النمو الصيني، والفرق بالقيم، القيم والمعايير. يعني الصيني والروسي والإيراني ليس لديه أي احترام لا لديمقراطية ولا لحقوق الإنسان، ومستعد يهجر ملايين الناس، ومستعد يقتل ملايين الناس، يستخدم كل أنواع الأسلحة. المشكلة هون مشكلة المعايير. وبالتالي إذا أنا بدي أقارن بين الحلف مع الغرب والحلف مع الشرق، لا أفضل الغرب، لأن الغرب على الأقل يحترموا حقوق الحيوان يعني. نعم. إذن دكتور كمال، يعني والقضية الأساس هي الموقف المصري تجاه القضية السورية، وكأنك تشير بأنه لا بد للإدارة في مصر أن تتجه بانفتاح على كل الأطراف وليس بشكل منحاز إلى أحد الأطراف، وذلك بناء على قضايا تتعلق بها داخليا. ولكن لماذا يؤخذ على مصر، وأنا كنت سألتك ولكن بشكل مباشر، لماذا يؤخذ مثلا عن النظام المصري التواصل بشكل مباشر وما تسرب من تقارير من مثلا بعض المسؤولين في الأجهزة الأمنية في النظام كعلي مملوك، ولا يؤخذ ذلك على العربية السعودية يعني بوضوح؟ يعني المطلوب من المصريين موقف متوازن أكثر ومتفهم أكثر لمطالب الشعب السوري، ومتعاطف أكثر مع ضحايا من الشعب السوري. هذا مطلوب منهم. التواصل ليس خطيئة بحد ذاته، يعني إذا التواصل وراء هدف معين ممكن يخدمه فلا مانع، لا مانع. يعني اللي بفكر بوحدة سوريا بفكر يتصل بكل الأطراف. هذا الموضوع صحيح، يعني أنا ما بلوم مصر على تواصلها مع أي جهة من أجل سوريا، لكن
حتى الآن الموقف المصري غير مشجع بالنسبة لنا نحن كمعارضة وكشعب، والموقف الإنساني أيضا غير مشجع. يعني كان يعني البعض أستاذ دكتور كمال، يعني كان البعض رأى في ما حصل من نسبة لاستقبال علي مملوك في السعودية منذ فترة بأنه كان تكتيكا ناجحا، عرى موقف النظام وعدم يعني مدى تخليه عن دور الروسي مقابل الإيراني، بالتالي لا يمكن أن يكون ذلك يعني على نفس الإيقاع يسير ذلك التواصل، ومن قبلها بعض الشخصيات ترتيبات لما بعد الأسد. كيف لأقول لك، يعني الموقف اللي صار هو نتيجة تدخل الواسطة الروسية. روسيا قالت شوفوا النظام، ممكن تلاقوا حل مع النظام. معروف لكل العالم أنه لن يسمحوا بإسقاط النظام لصالح المجموعات الإسلامية، هذا الموضوع منتهي للدول العربية وغيرها. كل الدول متفقة على أنه لن نسمح بإسقاط النظام من أجل أن تستلم المجموعات الإسلامية الحكم في سوريا. إذن المطلوب حل لا هاد ولا هاد، لهجنه. هذا الحل لا هاد ولا هاد يتطلب فريق من هون وفريق من هون، فريق من المعارضة وفريق من السلطة. فإجوا الروس قالوا نحن نوافق إلى حد ما على فكرة رحيل الأسد، لكن بالاتفاق مع النظام على أن نعيد بناء النظام بطريقة ثانية. يعني لفوا على القضية من هذا الباب. فكان الموقف السعودي أنه نسمع ونشوف شو بيقدم النظام. طلبوا منه شيء واضح وصريح، أنه ما هو موقفكم من التدخل الإيراني، هل ستطلبوا من حزب الله وإيران مغادرة سوريا؟ قالوا لهم ليس لدينا جواب، يعني إحنا ما بنحتم نعطيكم جواب. وهم فعلا ما عندهم جواب، لأنه وقت الفات الإيراني ما فات بإرادة النظام، فات تحت ضرورة حاجة النظام، وأصبح اليوم هو الحاكم. وبالتالي سوريا ليست النظام اليوم، سوريا محتلة من قبل إيران، هذا حقيقة. والنظام السوري عمليا لم يعد هو النظام السوري، أصبح واجهة للاحتلال. واليوم يقال، يعني اليوم يقال أن التخطيط يجري لأن يسلم قيادة الجبهة الشرقية، جبهة الغوطة الشرقية لحزب الله، يعني الإدارة والعمليات وإلى آخره التنفيذية لحزب الله، مو بس القرار السياسي والاقتصادي. نعم. إذن أستاذ كمال، يعني بالمجمل الموقف المصري، ونحاول أن نكشف بعض التفاصيل به، يعني هو كان غائبا، ليس حاضرا بقوة على الساحة السورية على الأقل حتى في الموقف الرسمي السياسي. اليوم مثلا بالأمس كان هناك اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، تحدث عن المطالبة باجتماع وزاري قادم لمتابعة الموضوع، الأزمة الإنسانية كما يقولون، والتركيز على موضوع الحل السياسي. طيب بالمقابل كان البعض ينتظر أصلا من منظمة التعاون الإسلامي أن يكون لها دورا أوضح، ما الذي يعني يجعلها في حال كان فعلا هناك مشكلة بالنسبة للقوى العربية والقضية السورية، بأن هناك تفاهما دوليا ما موسكو واشنطن ولا بد من الاعتماد على النفس، لماذا لم تكن المنظمة التعاون الإسلامي حقيقة فاعلة في هذا الشأن؟ وهنا نتحدث عن مصر ودورها حتى في رفع هذا، مصر والدول العربية رفع هذا الجسر لنقل. يعني الصراع في سوريا ليس واضح أنه هو صراع مسلمين وغير مسلمين، هو صراع داخل الإسلام بين المسلمين أنفسهم وبين السوريين والعرب أنفسهم. يعني نحن نوصفه انه مع مجرم. يعني بالنسبه لنا هذا مجرم مين؟ هذا المجرم هو اخونا وعايشين معه الى اخره. فالقضيه في سوريا قضيه جنائيه، في جريمه يرتكبها نظام عصابه حاكمه، مش جيش احتل دوله او دوله ثانيه. فاي صار في تدخل اجنبي، لكن التدخل الاجنبي لا يزال مغطى بانقسام داخلي خطير. هذا يجعل المواقف الخارجيه بارده وضعيفه. اثنين، الدول الإسلامية كلها والعربية كلها مشغولة بهمومها ومنكفئة على نفسها. يعني المشاكل باليمن والمشاكل بالعراق وباللبنان وفلسطين وليبيا والإرهاب والإلى آخره. يعني هذه الدول حتى تركيا القوية أصبحت الآن في خطر بعد ما بلش تحريك القضايا أخرى لهزز وزعزعة استقرار تركيا. وبالتالي لا تتوقع من هذه الدول أن تأخذ موقف حازم في قضية منتبهة أصلا. نحن بالنسبة لنا لا، مو منتبه، واضحة جدا، في مجرم أطلق النار على شعبه. إني بالنسبة لنا اقتتال داخلي سوري بين الإخوة،
يعني عرفت كيف؟ فالموضوع لا يمكن ان ننقل وجهه نظرنا نحن ونشوف، خلي العالم تشوف بعيوننا. صعب كثير، ما سوقنا نفسنا صح، ما قدمنا نفسنا صح، ما نحن طرحنا مشروع الثوره السوريه بالطريقه اللازم واللائق. الاعلام اليوم اعلام فلتان، اللي ماشي على السطح هو المجموعات المتشدده، وهذا الطبيعي لانه فعلا لم يثبت يعني وجوده العسكري الا هذا الفكر، لانه هذا الوحيد اللي بيعوض نفس العتاد. يعني اذا ما في عتاد ما في غير الاستشهاد، والاستشهاد بده عقيده. وبالتالي بشكل طبيعي نحن خسرنا كثير من تعاطف الدول، وما بلوم الدول، بلوم الظروف. نعم دكتور، مقترح القوات العربية المشتركة مواجهة الإرهاب بهذه القوات كان مقترحا مصريا بالأساس كما نقل الإعلام والتصريحات السياسية، هل هو الباب الذي تود القيادة المصرية دخول عودة الدخول والتأثير المصري على الساحة العربية؟ هلا أنا سمعت من دبلوماسي مصري لا أريد ذكر اسمه صديق، يعني قال نحن سندافع عن عروبة ووحدة سوريا لو بالقوة العسكرية. هذا قرار مصري، يعني إذا المصريين هني يعني فعلا عم يفكروا بقوة عربية للدفاع عن وحدة واستقرار وسلامة أراضي واستقلال سوريا، فأنا بعتقد هذا خطوة جيدة. الدفاع ضد المنظمات مثل داعش وإلى آخره أيضا هذا عمل يعني مرحب به وجيد. الجيش المصري هو الجيش الأكفأ والأقدر في المنطقة على دخول هذه المعارك، وبعتقد اذا تعاون مع شعوب ومع دول اخرى يعني ممكن لمصر تلعب دور فعلا ان تكون قلب ونواه الامه العربيه، ونحن ممكن كلياتنا نلتف حول هذا الدور. لكن المشكله انه لا توجد هذه السياسات الناصريه مثل ما بيقولوا ايام عبد الناصر الواضحه التي تستقطب الجماهير. مش عم يشوفوا الجماهير، مش عم يحسوا بمشاكل الجماهير، لانه اصلا مشاكل شعبهم ما حتمنين يحلوها. يعني في ازمات حقيقيه في مصر، ازمات طيب. حقيقيه في التموضع في السياسه الاقليميه. نعم. ومتغيراتها يعني، وخلال الفتره الاخيره هناك اعاده يعني خلط اوراق كما يرى بعض المراقبين، خاصه بعد انجاز الاتفاق النووي بين ايران والمجتمع الدولي وبعض التغيرات كهذه. البعض يشير الى تباين قد يكون طفيفا أو قد يكون غير ذلك بين الموقف المصري والموقف الخليج العربي تحديدا، وحتى أن النظام بأكثر من مرة وعلى الأقل يعني بعض أبواقه كانوا يعزفون على هذا الوتر. إلى أي حد هذا فعلا هو تباين عميق عضوي، أم أنه كما تعلن الدول العربية هناك تحالف مشترك وأسهام في عمليات مثلا كمعركة الحزم وغيرها؟ ما بعتقد مصر شاركت بجدية بمعركة الحزم، ما بعتقد انه هي تستشعر العداء الكبير لإيران، ما بعتقد انه ما في تنافس بينه وبين الخليج على الزعامة. الخليج تعامل بأنانية مع الأزمات المصرية سابقا، والمصريين يردون له الـ يعني الجميل مثل ما بيقولوا. وبالتالي في انقسامات عربية وفي تباينات واضحة، وهذا يضعف الموقف العربي. دخول إيران على الخط، إيران اليوم المشكلة نحن لا نفرق بين إيران الشعب وإيران النظام. إيران النظام وإذا النظام يدعو يزعزع استقرار المنطقة والعالم كله، يقوم مثل النظام الفاشل الهتلري النازي على الحرب ولزعزعة الاستقرار. الشعب الإيراني ما هو مشكل، لا يوجد مشكلة مع الشعب الإيراني لأنه كمان شعب مظلوم. فالمشكلة انه نحن نقول ايران وبس، يعني ما بنفرق، ما بنلعب على السياسة الصحيحة لنعزل النظام الايراني ونوطد علاقتنا مع الشعب الايراني. نعم هذه قضية كمان عم نغلط. نعم دكتور كمال، مستمعي الكرام وضيفي العزيز المعارض السوري دكتور كمال لبواني، نذهب إلى فاصل ونعود لمتابعة ما تبقى في هذه الحلقة لنناقش مسألة مدى تأثير الحضور المصري في الساحة السورية. فاصل قصير ونعود مستمعينا. انتوا عم تسمعوا راديو أوريونت. لكل تيار اتجاه، ولكل اتجاه قوة، ولكل قوة أضلاع، تتشكل فيما بينها زاوية حرجة. زاوية حرجة كل سبت واثنين وأربعاء في الخامسة بتوقيت دمشق. We'll be right back.
مستمعينا في المحور الثاني من حلقتنا اليوم تحت عنوان تطورات الموقف المصري تجاه القضية السورية، نناقش ما مدى تأثير الحضور المصري أصلا في الساحة السورية، ونتابع مع ضيفي الكريم المعارض السوري الدكتور كمال لبواني. كنا فقدنا الاتصال مع السيد المحلل السياسي المصري بشير عبد الفتاح، و يبدو بأنه سوء الحظ لم يتم الاتصال لمشاكل تقنية من المصدر. على كل حال دكتور كمال، إن شئنا أن نصنف بغض النظر ما هو موقف المصري تجاه القضية السورية اليوم، ولكن ما مدى القدرة على التأثير أصلا إن كان الموقف المصري هو باتجاه خيارات الشعب السوري وثورته أم لم يكن؟ شوف، اليوم سوريا في مرحلة حرب أهلية، والحرب الأهلية القوة الفاعلة القيمة السياسية هو لعدد المقاتلين والبنادق. يعني نحن كسياسيين ليس لنا تأثير على الأرض، وبالتالي الموقف المصري لا يملك العنصر الأساسي اللي هو القوى المسلحة الموالية له على الأرض السورية. هذه القوى المسلحة الموالية هي قوى مؤدلجة، وهي توزعت وتنظمت حسب التمويل. يعني كثير فيه كان تأثير للمال السياسي، ومصر دولة فقيرة، وبالتالي مصر لا تملك أي قوة نافذة على الأرض في سوريا، وبالتالي مصر ليست فاعلة في القضية السورية. أي أمريكا ليست فاعلة في القضية، لأن أمريكا ما أعطت سلاح ولا أعطت مصاري، ولكن دكتور ليس لديها أيديولوجيا. نعم، يعني ليس لها تأثير. هذا كلام قد يعني يكون فيه تعميم يعني أو إطلاق كما يقال. يعني بالمقابل مجلس الأمن، ونحن نتحدث على مستوى دولي مثلا، لو كان الفيتو الروسي بلا قيمة مثلا، لكان الموضوع فعلا ليس ذا شأن كما تقول. يعني التأثيرات الخارجية على القضية السورية هي لابد منها. يعني أنت قلت إنه الفيتو الروسي على شو صار؟ الفيتو الروسي صار على تدخل عسكري. يعني كانت أمريكا تريد أن تتدخل عسكريا لكي يكون لها حصة في سوريا. ما لها قوى على الأرض تحركها. يعني اليوم الأمريكي ما له حدا. اليوم القوى العسكرية على الأرض قسم كبير منها بأمره من راسه أو بحالة فوضى، وقسم كبير يتبع المال السياسي لترجي ما. أما ما تبقى ما في له حدا. يعني حتى الدول العربية الثانية شو لها؟ يعني حتى الدول اللي عم تحكم تحاول تستخدم السلاح أو توزيع السلاح لكي تتحكم قليلا بالقرار العسكري على الأرض. طيب، وبالتالي ليس لها دور فعلا. يعني طيب بالمقابل مثلا القاهرة تحتضن تيار، إن شئنا أن نقول وجاز التعبير، هناك مؤتمر القاهرة طرف من أطراف المعارضة السورية، ليس من خلالهم يعني هناك مجال للتأثير في مسارات الأمور؟ مشكلة إنه المصريين وقت جابوا هؤلاء الناس لا يمثلوا إلا أنفسهم. يعني جابوا 100 شخص أو 200 شخص، هني 200 شخص فقط. يعني أكثر شيء ممكن يأيدوا مرته وأولاده، وليس لهم أي دور فاعل. عرفت؟ هي المشكلة، إنه هن ما انتفتوا لقوى حقيقية في المجتمع. على الأردن مثلا انتبهت لقوى العشائر قوة موجودة لحد ما. أما مصر لا، مصر جابت ناس يعني برستيج بس. يعني واحد هو مشكل حزب لحاله، وهذا مسمي حاله تيار، وهذا مسمي حاله منسو، ليس لهم أي تأثير ولا أي وجود على الصراع ولا على قوى الداخل في هذا الصراع. نعم. اليوم نص الشعب السوري خارج الصراع، هم بيسترضوا حالهم، هم بيمسوا الطرف الثالث اللي خارج الصراع بيسترضوها. نعم. أما هذا الطرف الثالث اللي خارج الصراع هو خارج الصراع فعلا، وخارج التمثيل فعلا، ما حدا مثله ولسه صوته ما حدا سمعه. هذا الناس كلها اللي هاجر واللي رجع للدول واللي متخبي جوا ساكت بمناطق النظام أو غيره، هذا تطلع على المعركة مو له يعني. إذن وبالتالي هذا القسم الكبير من الشعب السوري غير موجود. هني ما راحوا للناس لأنه ما قدموا لهم مشروع حقيقي يعبر عنهم. نعم دكتور كمال، كان تمثيل كاذب. نعم وصلت الفكرة. يعني اسمح لي ونرحب بالمحلل السياسي المصري الأستاذ بشير عبد الفتاح. يعني يبدو أنه تم التواصل وانحلت مشكلة الاتصال. أستاذ بشير، يعني كنا تحدثنا وكنا نتمنى أن تكون معنا في المحور الأول حول بحوارنا هذا عن يعني موقع مصر في التغيرات بالتحالفات الإقليمية الموجودة الآن، وكله ربطا بالقضية السورية.
نحن الآن نتحدث على مسألة مدى تأثير الحضور المصري في الساحة السورية، إن كانت يعني باختلاف موقفها، البعض يرى بأنه الموقف المصري اليوم مؤخرا بدأ يتكشف عنه اختلاف عن الموقف السابق الذي كان يعني يحتفظ بمسافات واحدة من كل الأطراف، فإلى أي حد فعلا الدور المصري بغض النظر عن موقفه هو قادر على التأثير في القضية السورية؟ بداية أعتذر عن عدم المشاركة منذ بداية الحلقة. أستطيع أن أوجز فأقول إن الموقف المصري من المسألة السورية ينحصر في أولا الحفاظ على وحدة أراضي الدولة السورية، الحفاظ على وحدة الجيش النظامي السوري، الحيلولة دون انقسام الدولة السورية أو جعلها مرتعا للإرهاب والحركات الإرهابية من كل نحو وصوب. هذه واحدة. ثانيا، مصر تنظر إلى سوريا باعتبارها البوابة الشرقية للأمن القومي المصري، وبالتالي ليس من مصلحتها بأي حال من الأحوال أن تتدهور الأوضاع الأمنية في سوريا بشكل يهدد أمن واستقرار مصر. فيما يتصل بمصير النظام السوري، القاهرة ترى أن سقوط بشار الأسد في الوقت الراهن مع غياب بديل سياسي ملائم يمكن أن يؤدي إلى حالة من الفراغ السياسي والاستراتيجي الذي لن تملأه سوى جماعات به على شاكلة داعش والنصرة وغيرها، ومن ثم القاهرة ربأت بنفسها عن أن تتحدث عن مصير بشار الأسد أو إسقاط الأسد، وإنما تركت تحديد مصيره للشعب السوري نفسه، لكنها تتعاون في مسألة اللاجئين، تتعاون في مسألة محاربة الإرهاب. لكن التخوف المصري هو أن يفضي سقوط الأسد إلى حالة من الفراغ تكون عواقبها وخيمة. وبناء عليه اتهم البعض القاهرة بأنها منحازة لنظام الأسد أو أنها لا تسعى لإسقاطه أو أنها لا تدعم المعارضة، ولكن هناك اعتبارات أمنية تحكم مصر بالأساس من الأزمة السورية. وهذا برأيك يعني ما يفسر استقبال القاهرة لبعض الشخصيات المتقدمة في الأمن التابع للنظام مؤخرا؟ استقبال القاهرة لمسؤولين سوريين أعتقد يأتي في سياق إيمان القاهرة بالحل السلمي والتسوية السلمية للأزمة السورية، بمعنى أن القاهرة تعلم أن كافة الأطراف العسكرية المتقاتلة على الأرض عاجزة عن حسم الصراع لمصلحتها، يعني لا النظام قادر على أن يحسم الأزمة لمصلحته ولا المعارضة المسلحة قادرة على أن تحسم الموقف. لذلك القاهرة ترى أن الحل السلمي هو الأفضل على الإطلاق، وطالما أن النظام السوري لا يزال باقيا وهو طرف رئيسي في المعادلة، فهي رحبت ببعض المسؤولين في ذلك النظام، عسى أن يمهد ذلك لتسوية سياسية سلمية. ولا يمكن تجاهل النظام السوري طالما أنه لا يزال في السلطة برغم تحفظاتنا على أداء الأسد أو نظامه، إلا أنه الحوار مطلوب، والسياسة دائما هي فن الممكن حتى في أصعب الظروف، ودائما بالتوازي مع الحل العسكري يكون الحل السياسي قائما. نعم. والمفاوضات قائمة. أستاذ بشير، ولكن يعني ما هي إن أرادت القاهرة أن تأخذ موقف أوضح في القضية السورية وتؤثر، ما هي الأدوات لنقل إنجاز التعبير التي تستطيع التأثير من خلالها؟ ثمت أدوات بحوزة القاهرة تساعدها على القيام بدور حيوي في الأزمة السورية. أولا، القاهرة لم تتورط في الصراعات العسكرية في سوريا ولم تدعم طرف على حساب طرف آخر، لذلك هي تحظى بشيء كبير من القبول والتقدير من قبل كافة الأطراف. القاهرة استقبلت بعض عناصر ورموز المعارضة السورية وتحتفظ بوشائج اتصال لا بأس بها مع النظام الأسدي، لذلك هي تحتفظ بمسافة من القرب مع طرفي الصراع. ثانيا، القاهرة العلاقات ما بين القاهرة ودمشق علاقات وطيدة وتاريخية تقوم على اعتبارات استراتيجية ولوجستية وجيوستراتيجية مهمة للغاية، لذلك أعتقد حتى بشار الأسد نفسه يتحدث عن حوار مع القاهرة وتفاهم مع الرئيس السيسي في محاربة الإرهاب وما إلى ذلك، ويتفاخر بذلك يعني وكأنه يعني يؤشر بأن المسألة هي نوع من الانحياز باتجاهه. ليس انحياز، يعني القاهرة كما قلت لك تخشى فراغ قد يتمخض عن سقوط الأسد، بمعنى أن الرجل إذا سقط الآن في غياب بديل سياسي مناسب، القاهرة تخشى أن تتحول سوريا إلى مرفع للجماعات الإرهابية. ربما تكون هذه النظرة قاصرة أو يعني يلفوها بعض الحسابات الخاطئة، ولكن هذا هو موقف النظام في مصر من أنه يتخوف من أن تتحول سوريا إلى ساحة لفراغ سياسي واستراتيجي مخيف. أستاذ بشير، لذلك هي ترى أن الأسد يمكن التعامل معه أو التواصل معه إلى حلول وسط. أستاذ بشير، إذن اسمح لي أن نستمع الدكتور كمال لبواني. استمعت يعني تعليق السيد بشير عبد الفتاح بالنسبة لامتلاك القاهرة لعلاقات متوازنة مع مختلف الأطراف، وذلك قد يكون أداتها يعني مصداقية ما في التعامل مع مختلف الأطراف للوصول إلى الحل السياسي. يعني برأيك هذا فعلا هو أداة مؤثرة حقيقة؟
يعني بالنسبة لي بدي أسأل أخ صديق الأستاذ إنه اللي قتل نصف مليون إنسان وهجر 15 مليون ودمر سوريا كلها، هذا شو بيسميه؟ يعني شو موقف مصر يعني من شعبها من أخوتها في سوريا اللي قتلوا وهجروا؟ هل توجد جريمة في سوريا أم لا توجد؟ هذا السؤال. يعني موضوع إنه نقول ما في طرف وما في إلى آخره ومساواة بين المقاتل والقتيل، هذا الموضوع بعتقد لا أخوي ولا أخلاقي. أنا أرى، أنا كنت أربأ بنفسي أن أسمح أن يقتل مصري واحد بيد من كان، لأني أنا بحب المصريين، وكنت أتمنى من كل مصري أن يقف ضد هذا القاتل الذي قتل شعبه وهجره. وشفتوا اللي صار وشفتوا اللي ذا، كان كارثة سببها النظام السوري، فكيف تساوي بينه وبين الأطراف الأخرى؟ يعني هذا الموضوع أنا بتصوري، معلش بشكل أخوي وأخلاقي جدا، ونحن عروبيين ونحن مصريين وسوريين ونحن نتبنى هذه القضية، لا في شيء اسمه جريمة، في شيء اسمه شيء قضائي، في شيء اسمه شيء حقوقي، في شيء اسمه شيء إنساني ما شافوه، مش عم يشوفوه بسياساتهم، مثله مثل أوباما، مثله مثل غيره، هذا اللي نحن مأخذنا على الموقف المصري. نعم نعم دكتور كمال، يبدو للأسف أنه إحنا عدنا فقدنا الاتصال مع السيد بشير عبد الفتاح، وكنا نود لو يعني يتطور الحوار لنستمع إلى تعليقه. على كل حال قبل أن نختم حوارنا هذا، ويعني أشكر سعة صدرك، كان مثل ما بيقولوا كل الحمل عليك دكتور كمال. دكتور كمال، يعني في إيجاز وخلاصة، الموقف المصري آفاق تأثيره في القضية السورية، هل أليس الدور المصري ضروريا في النهاية، لأنه القضية السورية لابد تعبر البوابة العربية والإجماع أو أي نوع مستوى من الإجماع العربي، وبالتالي دور مصر مهم؟ أنا أرى أن دور مصر مهم، لكن الموقف المصري الحالي موقف لا أخلاقي ولا إنساني تجاه الشعب السوري. حتى الآن يساوي بين المجرم والضحية، حتى الآن لا يستشعر فعلا مشاكل الشعب السوري، ينظر للقضية وكأنها يعني قضية بالمريخ، يعني مش إنسان يقتل إنسان، والبرود اللي عم يتعاملوا فيه مع هذا الموضوع وتعاملهم مع المجرمين والقتلة، يعني وقت بيقول أنا الإرهاب، طيب ممكن هذا الرجل كان إرهابي وفي عنا احتلال وفي عنا مدري شو، في عنا ميليشيات أجنبية شيعية، في عنا 100,000 عم يقاتلوا على الأرض، ما شفنا موقف واضح وصريح تجاه الغزو الخارجي الرسمي الإيراني أو الروسي. وبالتالي أنا أرى ما يزال الموقف المصري موقف هش جدا، غير مقبول، لا يمكن تسويقه شعبيا، وهذا يناسب الإخوان المسلمين اللي عم يحكوا على النظام المصري. يعني هم للأسف يعني إنه هم عم يعززوا ما يقال عنهم إنه هم جماعة تخلوا عن شعبهم، تخلوا عن أمتهم، تخلوا عن هذا. أنا لا أفهمه من النظام المصري، وأنا عاتب جدا على النظام المصري وعلى قسم كبير من الإعلام والسياسيين إنما وضحوا موقف حقيقي وأخلاقي. طيب يعني هذا كثير خطير. نعم. يعني كنا نتمنى أن يكون هناك من باب التوازن أن نستمع إلى وجهتي النظر، ولكن للأسف المسألة تقنية من المصدر، كما أوضح حتى في مداخلته السيد بشير عبد الفتاح المحلل السياسي المصري، يعني نشكره وكان لديه مداخلة، وكل الشكر لك المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني، كنت معنا في حوارنا اليوم تحت عنوان تطورات الموقف المصري تجاه القضية السورية. شكرا لك دكتور كمال. شكرا لك على المسألة. نشكر طيب متابعتكم مستمعينا، كان معكم في الهندسة مهند القصوص، وكنت معكم في الإعداد والتقديم أنا حازم العريضي، نلتقيكم في نفس الموعد الخامسة مساء بتوقيت دمشق أيام السبت والاثنين والأربعاء بسوريا، ولكم السلام. زاوية حرجة مع حازم العريضي.
على دقة قلبك. وبترد الروح. راديو أوريان.